ماري جين واتسون، محرر مساعد. بدء الملاحظات البحثية. مصادري بتقول إن الماجيا بيجهزوا نفسهم علشان يرجعوا. عائلات الجريمة القديمة لسه ما انتهتش، وبعد ما فسكت سجن ابتدوا يسدوا الفراغ. بس الزعماء القدام اشتغلوا في انسجام لسنين طويلة، ودلوقتي في مكان فاضي وأكيد هيتخانقوا عليه. هي مسألة وقت لغاية ما واحدة من العائلات تتحرك ضد التانيين. من الأفضل إني أتابع مع مصادري في الشرطة. أتمنى نقدر نوقف موجة الجريمة دي قبل ما تبتدي. يا بيت، أنا شغال على قصة ممكن تثير اهتمامك. قصة أوسكورب؟ واحدة جديدة بخصوص عائلات الماجيا الإجرامية والعصابات؟ كنت فاكر موضوعهم انتهى خلاص في المرتين. كانوا متخبطين، لكن مع اختفاء فسك والشياطين، لاكوستا نوسترا بيحضر لعودة. بحب لما تتكلمي كده. على مهلك يا بطل، انت عارف ان المسؤولين هجموا الماجيا من شهر؟ اكيد. واحد من الزعماء راحت منه لوحة فنية اسمها زماريا، ودلوقتي اللوحة في متحف الفن المعاصر في مانهاتن. وبعدين؟ وعندي مصدر بيقول ان واحدة من العائلات ناوية تسرق اللوحة الليلة. واضح ان الموضوع اكبر من مجرد تأكيد للفن. هبقى عادي على اللوحة. ام جي، واضح ان المصدر بتاعك كان كلامه مظبوط. في جيش بلطجيه صغير بيحاول يقتحم المتحف. خليكي عندك وانا هبص عن قرب. خلي بالك، الناس دول لو فعلا من الماجيا مش هيهمهم حاجه. بسرعه يلا، الزعيم عاوز اللوحه. كان المفروض نكون خلصنا. عاوز تجرب؟ اتفضل. مش معقول، في ناس ممكن يعملوا اي حاجه عشان ما يدفعوش ثمن تذكره الدخول. طب والحراس؟ الزعيم قال لو حد دلوقتي جه وقت توضيح الفن الرفيع لإخضاع المجرمين. لا ولا حاجة جنب الزعيم هيعمل فين؟ انت اللي جبت ده. أنا عارف شوية من الناس دي. ده فريدريكو فريزيلي وسال باتريلو. الناس دول من عائلة هامر هيد الإجرامية صح؟ هيعوزوا الدمارية ليه؟ ما كنتش عارف إنه بيهتم بالحاجات دي. أنا هبص في المكان، هتأكد إن محدش دخل من حتة تانية. هقولك لو لقيت أي حاجة. هبص على السطح عشان اتاكد بس. الباب الامامي لسه مقفول كويس، احسن اتاكد من باقي المداخل. هو ايه ده؟ هي ايه ده؟ ام جي، في حد عمل فتحه في السقف، هروح اشوف. الوقت اللي كان عصابة هامر هاد بيحاولوا فيه يدخلوا من الباب الأمامي، في حد قدر يدخل من السطح؟ واضح كده، مفيش أثر لأي حد.
على الإطلاق، مش المفروض يكون في حراس هنا بالليل؟ أيوة، ممكن يتحققوا من كشك الأمن القريب من المدخل. لازم يكون في هناك كاميرات برضو، هيشوفوا المقتحم. كشك الأمن متأمن، عايز بصمة إيد عشان أدخل. الدليل على اللي حصل للحراس جوه، مفيش طريقة نفتح القفل؟ لازم الحارس يساعدنا. في الحقيقة ليهم بصمة، لو ما لقيتش الحراس ممكن ترفع البصمات من على الحاجات اللي لمسوها. أيوة، فكرة كويسة. مستعدة للمساعدة بأي وقت. يا ترى في بصمة هنا ولا لأ؟ لقيت بصمة، جزء من واحدة على الأقل، تقريباً هحتاج أكتر من كده. غريبة، ده كأن الحراس اختفوا تماماً. دلوقتي ممكن ألاقي بصمات جزئية تاني فين؟ أنا بحب لوحة الكلاب اللي بتلعب كوتشينة أكتر. كشاف، ممكن ألاقي بصمة جزئية. كمان واحدة، تحفة. الحراس المتدربين كويس مش هيسيبوا حاجاتهم كده أبدا، إلا إذا ما مشيوش بمزاجهم.
أكيد في بصمة هنا في مكان ما. تمام، متهيألي معايا بصمات جزئية تكفي تعمل بصمة كاملة. لازم أقدر أضبط السكانر عشان يقبل البيانات بتاعتي. لو اتخطيت الحساس البصري هقدر أحمل البيانات بتاعتي. تمام، هستخدم البصمة دلوقتي. دخلت. تمام، انت شايف ايه؟ هم عايشين، واضح انهم كانوا متخدرين، مفيش علامات صراع، ده مش اسلوب هامر هيد خالص. لو مش هامر هيد امال مين؟ عندك فيديو الكاميرا؟ استنى اشوف كده. في حد طفى كاميرا خمسة، بس دي حاجة مريبة. لما نشغلها اكيد هنعرف مش عايزيننا نشوف ايه. متوجهة ناحية لوحة في المعرض، دي اكيد ذا ماريا، ومحدش سرقها لسه. لازم اشوف الموضوع ده عن قرب افهم ايه المميز في اللوحة دي. بالنسبة لي مجرد لوحة عادية. حقيقي في حاجات كتير تانية أغلى في المتحف ده، يبقى ليه ماجيا مهتمين كده باللوحة دي؟ استني يا ام جي، في حد جاي. خلوا بالكم، سبايدر مان يمكن يكون هنا. لا بقى، مقفول عليه ازاز ضد الكسر. ايه قولوا لفرانكي محتاجين المسدسات الكبيره. ام جي، رجاله هامر هاد طلبوا تعزيزات.
بس لسه ما شافونيش. كويس، حاول تخلي الموقف كده. انتهيت يا سبايدر مان. ساحة يألمك، أجيبه هنا. هيوصل في اي لحظه. ده كلام فارغ، خد اللي تقدر عليه واجري. دلوقتي بيسرقوا باقي الاعمال الفنيه، لازم اوقفهم قبل ما يهربوا. مفيش غير طريق واحد للخروج، الطريق اللي دخلوا منه. بيحاولوا يسرقوا الأعمال الفنية. هتساني على الأرض. محاولة حلوة يا سبايدر مان، بس ما تقدرش تمنعني. خروج الطريق اللي دخلوا منه. المرة الجاية اسرق محل الهدايا. اشغلوه، انا قربت اوصل للمخرج. ده بيهرب. جايزة تعويضية، هبعت لك صورة للقطعة الفنية دي لزنزانتك. ما تزعلش، يمكن عندهم حصص فن في السجن. سيبهم يهربوا. أنا اتفتكت. مسكته. يلا ما تحارب.
وصل للمخرج. ده بيهرب. انت اللي جبته لنفسك. خليك مكانك. سامعني يا بيتر؟ انت كويس؟ ايوه، متهيالي قبضت عليهم كلهم، بس في اعمال فنيه كتير لازم ترجع. وايه اخبار ذا ماريا؟ كل ده ممكن يكون تمويه. هو ده اللي فكرت فيه، انا هرجع، ويا ريت الازاز يكون سميك كفايه عشان يحمي اللوحه. حيطة الأمان سليمة وضد الرصاص، محدش هيقرب من ماريا تاني. يعني المهمة نجحت؟ أنا بتمنى كده. أيوة، أنا هبقى اتصل بيكي بعدين. ليه؟ حصل إيه؟ شكلك حلو، كنت بتتمرن؟ لا، قصدي يعني شوية. يعني بترقص دلوقتي لوحدك ولا زي زمان؟ دي أسئلة كتيرة. ده بس فضول. سمعت انه غلط للقطط. طيب قوليلي بقى انت هنا ليه؟ كنت بس مستنية اللحظة المناسبة. بص وراك. تاريخ؟ مين اللي هيجيب تاريخ في المتحف؟ عجباني ألعيبك وتعبت من حركاتك دي، مش هتبطلي تسرقي لوح؟ مين قال جيت للرسومات؟ انتي بتعملي ايه؟ عندك أرواح تلحقها. لا تاني. اللي هي راحت فين؟ بيتر كل حاجة تمام؟ آسف يا أم جي، أنا قابلت صديقة قديمة. مين؟ مشاكل. يبقى بلاك كات هي اللي دخلت من السقف. هي كانت شغالة مع رجالة هامر هيد. أيوة،
تقريبا كانت بتراقبني طول الوقت اللي كنت فيه هناك. قولي بس انك ما سبتهاش تخرج مع زماريا. ما حصلش. حلو. كسرتها وسرقت قرص بيانات كان مستخبي في البرواز. ايه؟ اسف. في رأيك كان في ايه في القرص ده؟ سؤال كويس. انا هحاول اوصل لمعلومات واظن هحاول امشي ورا اثر القطة. انفجار؟ لازم اروح اشوف. يمنع زعيم رجالة هامر هيد من سرقة متحف الفن المعاصر لحسن الحظ، مش كده؟ بالعكس، هما تقريبا دمروا. شكله انفجار عربية. يا ترى مين الأسرة اللي عملت كده؟ هامر هيد تاني؟ يمكن، جايز يكون في تاني قريب من هنا. الأفضل أطلب فريق المفرقعات. قنابل تحت حاجات؟ لازم نركز في التفاصيل. يلا نلاقي القنابل التانية. عطلتها، لازم الاقي التانيين. لازم ادور على الانوار اللي مش ثابتة في القنابل. العناكب الآلية هتسمع ترددات القنابل لما حد يقرب. القنابل المتوصلة بالأشعة تحت الحمراء هتظهر كأنوار مش ثابتة. القنابل هتنفجر، لازم اسرع. كده مش هلحق اعطل القنابل. لازم اسرع، الوقت بيجري. تمام يا صاحبي، يلا بينا نلاقي المتفجرات. عطلتها، لازم الاقي التانيين. القنابل المتوصلة بالأشعة تحت الحمراء هتظهر كأنوار مش ثابتة. العناكب الآلية هتسمع ترددات. لقيت واحدة.
يستحسن ارجع ناحيه الاشاره. لازم ادور على الانوار اللي مش ثابته في القنابل. القنابل هتنفجر، لازم اسرع. الوقت بيجري، لازم اعطل القنابل. عطلتها، اهي اخر واحدة. لازم اسرع، الوقت بيجري. تمام، يلا بينا نلاقي المتفجرات. لقيت واحدة. القنبلة دي اتعطلت، أنا لازم ألاقي الباقي. إشارة القنابل بتختفي، يستحسن أرجع. لازم أدور على الأنوار اللي مش ثابتة في القنابل. لازم القنبلة تطلع صوت صفارة بسيط لما أقرب.
لازم أسرع، الوقت بيجري. القنابل هتنفجر، لازم أسرع. الوقت بيجري، لازم أعطل القنابل. عطلتها، فاضل واحدة. تمام يا صاحبي، يلا بينا نلاقي المتفجرات. القنبلة دي اتعطلت، أنا لازم ألاقي الباقي. لازم أدور على الأنوار اللي مش ثابتة في القنابل. بيبعد قوي عن إشارة القنابل. لازم القنبلة، يستحسن ارجع ناحية الإشارة. لقيت واحدة. محتاج ارجع ناحية القنابل. لازم أسرع، عطلتها، أهي آخر واحدة. القنابل هتنفجر، لازم أسرع. كده خلصت كلها. هامر هاد في مهمة، يستحسن أخلي بالي لو في قنابل في المدينة. اهلا سبايدر مان، انا المحقق ماكي، جبت رقمك من صديق ليا في القوات. انا واثق اني عارف مين الصديق. اخدمك ازاي يا سيادة المحقق؟ الاحسن نتقابل، ممكن تعدي على حي جرينتش لما يكون عندك وقت. سمعت انك بتحب الاجتماعات فوق الاسطح. اكيد، اشوفك كمان شويه. الموضوع ده هيخليني مشغول لحد ما اعرف اخبار من ام جاي. سرقه المتحف كان جنون، ده مش اسلوب بلاك كات انها تشتغل مع ناس زي هامر هاد. اتمنى ان ام جاي تقدر تعرف قصه قرص البيانات. Thank you.
سبايدر مان من هنا. المحقق ماكي مش كده؟ شكراً إنك جيت. أنا عاوز أتكلم معك بخصوص البلاك كات. أمتنع عن الكلام. مش القطة الجديدة، القديمة اللي من 20 سنة. أنا اشتغلت في القضية. بلاك كات متقلدة؟ طب إيه اللي حصل للأصلية؟ هو مات في السجن، بس ما قدرناش نلاقي كل اللوحات اللي سرقها. أنا لقيت دليل جديد، بس الاسم مش راضي يضيع مصادره على قضية قديمة. تضييع المصادر ده تخصصي. عظيم، روح المكان ده وهقول لك المعلومات في الطريق. أنا مقدر مساعدتك. أنا هتقاعد قريب، والقضية دي هي أكبر قضية نهايتها مفتوحة، وأنا رجعت للملفات كمحاولة أخيرة. هو القط كان بيحب يسرق اللوحات الفنية، بس قبل ما يتمسك ضرب إنذار الحريق في المصنع. إنذارات حريق؟ ده عشوائي. مش بالظبط، هو سرق الأمريسيوم 241 اللي جواهم. إحنا فكرنا أنه كان عنده مشتري للنظائر المشعة، بس كنت بتفرج على فيلم قبل كده وشفت حاجة ادتني فكرة. يحصل ايه لو انه لزق اللوحات اللي سرقها بالنظائر علشان تساعده في انه يلاقيهم اول ما يخرج؟ كنت بتتفرج على فيلم ايه؟ استنى ما تقولش هتحرق الفيلم. علشان كده فكرت لو تتبعنا النظائر ممكن نلاقي اللوحات المسروقة. انا عندي وميض في بدلتي هيقوم بالمطلوب، هكلمك لو لقيت اي حاجة. شكرا يا سبايدر مان، لو قدرت اخلص القضية دي هتقاعد وانا مرتاح. أظن إني قربت لواحدة من اللوحات المسروقة. الإشارة دي جاية من صندوق الطاقة ده، بس أنا مش واصل لي أي كهرباء. يمكن تكون مزيفة. يا ترى ده مجوف؟ إيه هي أسهل طريقة عشان أكسر البتاع ده وأفتحه؟ مستودع لتخزين الفن. سيادة المحقق، لقيت لوحة مسروقة كانت مخفية في صندوق طاقة مزيف. ايوه انا كنت عارف، سيبها هناك، هبعت حد يجيبها، وفي الوقت المناسب هبعت لك اماكن تانية هاردي كان بيروحها. طب كويس. ثانية، انت قلت هاردي؟ ايوه، اسم القط الاصلي كان والتر هاردي. انا هجيب ملفاته وهقولك تفاصيل اكتر المرة الجاية لما نتكلم.
والتر هاردي البلاك كات الأصلي، فيليشيا هاردي البلاك كات اللي أنا عارفها. واضح كده إن ده شغل عائلي. بيتر، جهاز مراقبة ترددات الشرطة بيقول إن في ضرب نار قرب هاتسون ونورث مور. مش المنطقة دي تحت سيطرة الماجيا؟ أيوة، أياً كان اللي سرقته بلاك كات هيتسبب في بدء حرب عصابات. تمام، أنا هروح أشوف اللي بيحصل. في أي أخبار تانية بخصوص سرقة المتحف؟ ده اللي عرفه، محدش كان عارف كان في إيه في القرص اللي كان في لوحة داماريا، بس الأخبار بتقول إن القرص ده مع هامر هاد وعائلات الماجيا مرعوبة. أكيد حاجة قيمة عشان تخلي حرامي فني يتجاهل الأعمال الفنية. يا ترى ليه هي شغالة لحساب هامر هاد؟ هي غالباً بتشتغل لوحدها. مين عارف؟ أنا بطلت أحاول أفهم فيليشيا من زمان أوي. فيليشيا، ها؟ واضح إنكوا بقيتوا تعرفوا بعض كويس. يعني قصدي تقريباً يمكن؟ تمام، خلينا نعرف بعض كل حاجة، ماشي؟ لكل الوحدات، جات لنا معلومات عن تبادل فلوس مدورة، يرجى الاستجابة في يونيون سكوير. انتوا يا شباب مش هتفتكروا، بس زمان كان فيه بلاك كات مجرم من التراث القديم، وطبعا زي اي حاجه زمان كان لازم يشغلوه تاني بس بواحده ست. دول مش حذرين، لازم اقفل ده قبل ما حد يتقتل. خلصتها كلها. العصابة كلها هنا. كده الناس كلها؟ طب خلاص خلاص أنا مستسلم. طيب هاخد راحة لو اتكلمت؟ لا لو ما نفذتش. الست أم شعر أبيض قالت لنا نيجي نعمل دوشة هنا. طعم عبيط، وأنا المغفل. قابلتها فين؟ مكان المحل في ويفرلي. أم جي، ضرب النار كان مجرد تمويه، بلاك كات رتبت الموضوع ده عشان تشد انتباه الشرطة بعيد عن شارع ويفرلي. عائلة من الماجيا عندها أملاك في ويفرلي، عائلة ساسرو على ما أظن. يمكن أقدر ألحقها. فيليشيا بتاخد وقتها قوي، هي منهجية جدا. بقى كده؟ هبقى أعرفك. المحل هناك اهو. طيب يا فيليشيا، انت فين؟
قتلكش صح، بس انا عارف انك انقذتها. اكيد في حاجه موجوده هنا. الراجل ده قال انهم اتقابلوا في المحل، بس هي راحت فين بعد كده؟ هي معدات المراقبة بتاعتها. يا ترى كنتي بتبصي على ايه يا فيليشيا؟
مسكتك. سبايدر فليشيا، الماجيا مش هزار، ما تلعبيش معاهم. بس انا بحب العب. سبايدر مان اشتغل مع القطة. هاتو ما حد يسرق حاجة من عيلك. واضح انكم توصلوا لاستنتاجات غير منطقية. أنا مش شغال لحساب عامر هاد أو أي عيلة جريمة تانية، أنا بس في المكان الغلط في الوقت الغلط. أنا استمتعت جداً، بس هي فين فليشيا؟ بحب أتفرج عليك، بتفكرني باللي فات. هو إيه اللي عسديه؟ أنا مش متأكدة قوي بأمانة. طيب بتسرقها ليه؟ إذا رفضت هيقتلوا ابني. استنى، ابنك؟ قرف، فليشيا عندها ابن؟ مستحيل، قصدي ممكن، وأنا ممكن أكون. لا 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 لا، مش هفكر في الموضوع ده. أم جي، أنا لقيت بلاك كات بس هربت. واضح انها منهجية جدا. سرقت قرص بيانات تاني. يعني كل عيلة معاها قرص. يا ترى عليه ايه؟ معرفتش حاجة تاني؟ ماشي، مش كتير. تمام، شكلها بتساعد هامر هاد يتحرك ضد عائلات الجريمة، ودي حاجة مش هتنتهي على خير لأي حد. المدينة دي مش محتاجة حرب عصابات. هعرفك ان لقيت اي معلومات بخصوص الأقراص دي. الأخبار يا سبايدر مان، ده أكبر معجبينك. لحظة واحدة، سكرو بول؟ اوعي تقولي إنك خرجتي من السجن. ده أكيد، وجبت شوية معجبين ليا معايا. شكلهم لطيف صح؟ بيساعدوني في التحضير لعرض جديد. الحقيقة حابة إنك تتمرجح. أشوفك بعدين. جوايا إحساس بيقولي إن الناس دول ما خرجوش من السجن بسبب حسن السلوك. لما أروح أشوف بنفسي. واضح كده ان واحده من اللوحات المسروقه في حته هنا. اذا كنت تتابع مسيرتي المهنيه واكيد متابعها، فانت عارف. جه الوقت اللي رجع فيه معجبين سكرو بول ورا القضبان. هو انا مش حبستك قبل كده؟ لا تمام، كل حاجه ليها اول مره. حاجة ما اتغيرتش، سكرو بول بتستخدم ناس عشان يعملوا لها شغلها القذر. كانوا بيخططوا لإيه أصلا؟ سبايدر مان، هو
لبداية بطولة عرض براند نيو انت. اسف انا ما عنديش اي وقت. متأكدة انك هتلاقي وقت لده، عشان لو ما لقيت المعجبين بتوعي هيزعلوا وفي ناس هتموت. انا بس بحب العروض الحقيقية، وانت كمان؟ في ناس هيعملوا اي حاجة عشان المشاهدات. اهلا، ايه الاخبار؟ مستحيل تكون سبايدر مان الحقيقي، صح؟ اسف، طوارئ عنكبوتيه. عارف انك انقذت البلد، بس على فكره انا لسه براقبك. انا نظري حاد جدا، بلاش تغلط. عرفت الهدف الجاي بتاع بلاك كات. فعلا؟ ازاي؟ عشان راديو البوليس بيقول ان كان في سرقه بنفس اسلوبها. انا هبعت لك الموقع. بقول لك لو لقيتها ما تسيبهاش تخدعك تاني. تمام، هاخد بالي. هي مش عارف، بحس انها بتجيب الحظ الوحش معاها مكان ما بتروح. بلاك كات بتجيب الحظ الوحش؟ مش واضحه حبتين كده يا بيت؟ فليشا، عملتي ايه المره دي؟ البوليس قفل الشارع كله. لو قدرت الاقي اثر للقطه يمكن اقدر امسكها. غالبا الحارس ده اتصاب. يمكن المسعف هيقول لي ايه اللي حصل. حصل ايه هنا؟ سبايدر مان، سمعت ان حد سرق كتاب نادر. طيب هو الحارس هيخف؟ حالة عمى تلجي صعبة، ببساطة الفلاش عمى عينه، بس هيخف. لازم افحص الحارة، لو فيليشيا اللي عملت كده لازم الاقيها. انا اسف، معرفش حاجة تانية اقولها لك. Thank you.
كتاب قديم تقريبا المجلد الثاني ضمن مجموعة. فين المجلد الأول؟ في محل رهن كبير ملك العيلة ماتشيو هنا. بلاك كات خدت قرصين بيانات من العائلات التانية بالفعل، بس يا ترى خدت التالت؟ أكيد في أدلة تانية في المكان. شعلة مغنيسيوم أكيد هي اللي عمت عينين الحارس، لو حللت البقايا ممكن أتتبعها. نجحت. الأثر هناك اهو، اما نشوف رايح على فين. التركيز دلوقتي صعب، مستحيل اكون اب، قصدي فعليا دي حاجه ممكنه، لكن لازم اعرف ام جي هتعرف تعمل ايه، لكن ازاي هقول لها؟ لازم اقول لها شخصيا. لا، لو ما قلتلهاش شخصيا الموضوع هيبان كانه حاجه اكيده، وهي مش حاجه اكيده على الأقل لغاية دلوقتي. شكله واحد من عيلة ماتشيو الإجرامية. سبايدر مان ضرب فيه، اقضوا عليه. وادي إخواته جايين أهم. محدش فيكم فكر إن فيتو ضرب عشان اتصرف زي ما أنتم بتعملوا؟ أحسن لي أرجع أتابع الأثر. شكلهم زي رجالة هامر هاد. ام جي هبعتلك رقم عربية تعرفي لي صاحبها. تمام، هعرفك لقيت ايه. جبته؟ ايوه. ايه ده؟ هو فين القرص؟ قالت عايزة تسلمه لهامر هاد بنفسها. مش انا قلتلك تيجي بالقرص؟ ايوه، بس هي اديته الباقيين فافتكرت ان أمرتك تعمل حاجة وما تعملتش. طبعاً أنت عارف هيحصل إيه بعد كده. استنى 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 استنى. هاي ما تستعبط، أنت قلت عارف اللي هيحصل. أنت مش عارف قوم على رجليك. ده هايل. يلا بينا، غالبا اتأخرنا.
ام جي، بلاك كات لقت قرص بيانات تاني. واحد كمان وهيبقى هامر هاد معاه كل الاقراص من عائلات الماجيا التانيه. لازم نعرف ايه اللي عليهم. وفي حاجه تانيه، في حاجه هي حاجه مش كبيره قوي بس ممكن تبقى حاجه، يعني يمكن تبقى حاجه مهمه جدا. من فضلك قول جمله ما فيهاش كلمه حاجه. ماشي، السبب ان فليشيا بتشتغل مع هامر هاد عشان هو خطف ابنها. ها، ما كنتش اعرف ان عندها ابن. ماشي، انا مصدقه ان هامر هاد ممكن يعمل حاجه زي كده. هو في حاجه تانيه، انت عارفه ان انا وهي كنا مع بعض الفتره. او بعدين او انت بتتكلم بجد؟ قصدي معرفش بشكل مؤكد بس محتمل. انا لازم اقفل دلوقتي. طيب ماشي، هترجع لما تهدى شويه مش كده؟ هخرج في دورية شوية، هحاول إن أنا أفضي دماغي. مش مناسب؟ لا تمام، ايه الاخبار؟ اوه ولا حاجه، قصدي استنى، هو انت بتعمل شغل سبايدر مان دلوقتي؟ شويه. ايوه فعلا. زي ايه؟ قولي بالظبط. قصدك ايه اللي بعمله دلوقتي في اللحظه دي؟ ايوه، الا طبعا لو كنت فاكر ان الموضوع غريب ولا حاجه. ايوه هو غالبا كده، اكيد انا عامل مهووس او حاجه كده. مايلز كله تمام، كنت عاوز تتكلم في ايه؟ مفيش حاجة. آسف، ممكن الموضوع يستنى، هرجع وقت تاني. تنبيه لكل الوحدات، عندنا تأكيد بتفجير نشط. الضباط قرب باوري، استجيبوا. أهلاً يا أم جي. كل حاجة في وقتها، روح العنوان ده، ده آخر عنوان معروف للمخبأ بتاع عائلة كوستا. لو مصادري صح فهم معاهم قرص البيانات الأخير. أم جي اسمعي. لا أنت اسمع، أنا اتصرفت بطريقة مش كويسة المرة اللي فاتت. لا أبداً، أنت اتصرفتي بالظبط زي ما كنت هعمل. إحنا مكناش مع بعض وقتها، وأكيد طبعاً أنا عرفت ناس قبلك. صحيح، لحظة، عرفتي ناس يعني جمع؟ المهم هنا ان احنا كبار وفي طفل في خطر، يبقى يلا نتحرك وننقذه. انا ما استحقكيش. انا عارفه. ماشي، متهيألي انا عارفه في ايه على الاقراص دي. العائلات جمعت حساباتها في قاعده موحده عشان يحافظوا على السلام، يحطوا اصولهم في مكان واحد. لازم يبقى معاك 5 اقراص بيانات عشان تعرف تدخل. يعني هامر هاد خطف ابن بلاك كات.
وبعد كده أجبرها تسرق الأقراص لحسابه عشان يعرف يسرق أصول العائلات التانية. هامر هاد بيحاول يبقى غني بسرعة ويفلس باقي العائلات في نفس الوقت. لازم نلاقي آخر قرص قبل ما هو يلاقيه. أنا هتصرف. ما عنديش إرسال، لازم أدور على أبراج زيادة عشان أشغلها. فليشا، محتاجين نتكلم. بجد وحشني قوي كلامنا، بس لازم اجد. بوظت قاذفات شباكي بنبض كهرومغناطيسي، شكلي هخلص الموضوع بالطريقه القديمه. يلا انا عاوز اساعد. يبقى سابني. لو هامر هاد معاه ابنك يبقى انت محتاجه مساعده. ليه لا، انا عملت كل حاجه تاني لوحدي. مش مضطره تكملي لوحدك. بوظت قاذفات شباكي بنبض كهرومغناطيسي، شكلي هخلص الموضوع بالطريقه القديمه. يلا انا عاوز اساعد. يبقى سيبني. لو هامر هاد معاه ابنك يبقى انت محتاجه مساعده. ليه لا، انا عملت كل حاجه تاني لوحدي. مش مضطرة تكملي لوحدك. غلطتي. انت ليه مش واثقة فيا؟ احنا تعاوننا قبل كده مع بعض. اديك جاوبت سؤالك بنفسك صح؟ فليشيا، انت ليه ما قلتليش على الموضوع ده؟ الموضوع مش مشكلتك دي، مشكلتي وانا هتعامل معاك. يمكن انا مش شايف انها مشكلة. لحظة، لو بتتكلمي على حرب العصابات دي اكيد مشكلة. خليك بعيد، انا بتصرف كويس. أخيرا قاذفات شباكي اشتغلت تاني. أقدر أساعدك توقفي هامر هاد. ازاي؟ انت ما بتقتلش، ما بتكسرش القانون، طريقتك ما تنفعش. فليشيا، بخصوص ابنك انا محتاج اعرف هو يبقى هو ابني، وانا هاخد بالي منه. عنكبوت صغير عنيد. انا عاوز اتكلم بس. انت لسه ورايا؟ ممكن افضل كده طول الليل او هو ده المطلوب؟ دلوقتي شديت انتباهي. اخيرا قاذفات شباكي اشتغلت تاني. أقدر أساعدك توقفي هامر هاد. إزاي؟ أنت ما بتقتلش، ما بتكسرش القانون، طريقتك ما تنفعش. فليشيا، بخصوص ابنك أنا محتاج أعرف هو يبقى هو ابني، وأنا هاخد بالي منه. عنكبوت صغير عنيد. أنا عاوز أتكلم بس. لسه ورايا؟ ممكن افضل كده طول الليل او هو ده المطلوب؟ دلوقتي شديت انتباهي.
لازم ألعب أكتر عشان أخدها. أنا لازم أقرب. آخر مرة، ما تدورش عليا. أنا نجحت. بطل جري ورايا. ينفع بقى نتكلم زي الناس؟ شكله كويس قوي بالنسبة لي. أنا عارف إيه العسريات اللي بتسرقيها. بص لنفسك، عقل وعضلات. ما ينفعش تدي هامر هاد السي دي. أول ما هياخد اللي عايزه هيخلص من ابنك على طول. سيبينا ساعدك. انت تفتكر ايه؟ مطلي معاه، ادينا وقت نلاقي ابنك. انت وحشتني، مبسوطة انك رجعت. لا مش كده. يا طيب، ممكن ناخد يومين بالكتير. طيب بخصوص ابنك، هو في احتمال اني بعدين نلاقيه الاول، لما نطمن نبقى نتكلم. كلمني يا سبايدر. ام جي هتقتلني. المرة دي؟ ايوه، هي هتأخر هامر هاد وانا هحاول الاقي ابنها. قالت لك اذا كنت انت؟ هي ما قالتش. طبعا ما قالتش. انت متأكد انها مش بتلعب بيك وخلاص؟ انا عارفها، هي مش هتشتغل لحساب شخص زي هامر هاد الا لو كانت مضطرة. اوكي، انا هدور على صاحب رقم العربية اللي انت بعتهولي وهقول لك وصلت لايه. انا فرهدت فعلا، شكلي محتاج لطاقة. بيتزا ايدي. ادي انا سبايدر مان. سبايدي اكيد جعان. انت عارف ممكن تجيب لي طلب كل مره مع بيبروني زياده. تمام، عاوز توصيل للسطح؟ ايوه من فضلك، نفس سطح المره اللي فاتت.
شوية ويوصل، أنا هبقى أعرفك. وأنا قاعد مستني إيدي، هروح أشوف إيه اللي بيحصل في المدينة. اهلا يا مايلز، انا رجعت اتصل بيك، كنت عاوز تسال عن ايه قبل كده. اهلا بيتر، انا كنت قصدي انه مش موضوع مهم ولا حاجه، انا عارف انك مشغول جدا، كنت بفكر لو كان في وقت ممكن، انت عارف، نبدا التدريب. تدريب؟ ايوه، يمكن الحاجات الاساسيه زي المرجحه من المباني العاليه او مرجحه من مباني واطيه او شجره. مايلز عندك 15 سنة، انت المفروض تركز في المدرسة، ده اهم من... ايوه بس لو انا خلصت كل الواجب بتاعي بدري وانت كان عندك وقت فاضي في يوم، انت ابتديت وانت عندك 15 سنة صح؟ وانا عرضت نفسي للموت تقريبا على الاقل 100 مرة، مش ممكن اسيب ده يحصل. تمام، ايوه فهمتك، هكلمك بعدين. يا خبر، انا هعمل ايه مع الولد ده؟ تمام يا سبايدي، الأكل جاهز. شكراً، أنت ممتاز. لا، أنت ممتاز، بس لو تحب ممكن تتكلم عننا في مواقع التواصل الاجتماعي، ده هيساعد شغلنا كتير. أكيد، باي باي يا أدي. ما أعتقدش إن عمري جوعت للدرجة دي. تقدموا إلى ماديسون.
انت حلوة فعلا، بس دلوقتي انا لازم ادمرك. سامعني؟ انا دورت ورا نمرة العربية، طلعت باسم شركة تخزين بتاعت واحد من صحاب هامر هاد القدام، وانا هناك. اديني دقيقتين هحاول اجيلك باقصى سرعة. دلوقتي يعني؟ هروح اخد بصة سريعة. كل حاجة في وقتها، هبص في المكان عشان اشوف ان كان الولد موجود هنا، ولو هنا هخرجه بامان. هعمل ايه لو الولد طلع شبه بيتر؟ بس يا ام جي، بس. الراجل ده شكله محتاج ينام. هو ايه ده؟ ورق عملات مزورة؟ واضح ان هامر هاد عنده هواية جديدة. انا محتاجة صورة قبل ما امشي. برا الاطار. لا مش في الصورة. تمام. استوي، تعال ساعدني هنا، ده تقيل جدا. انت اتجننت؟ ما اقدرش ارفع ده، انت عارف ان ضهري تعبني. ايه مايكي، تعال ساعدني. استوي فعلا نادلي زيادة عن اللزوم. لحظة، مين هناك؟ لو حد موجود هنا انا لحظة. اسمع، في حد بيتجسس علينا. انت مين بالظبط؟ لحظة، مين هناك؟ ايه اللي لحظة، مين هناك؟ ايه اللي احسن اشوف؟ مفيش. كل الكلام اللي بيقولوه عن ان هامر هيد بيب، دي فلوس كتير، شكلها مزورة. مفيش حد يعرف، اكيد مفيش حد.
عايزة اخد صورة كمان. لقطة حلوة. مفيش اثر للولد هنا قد ما فكرة ان بيتر ممكن يكون اب غريبة بالنسبة لي. ما اقدرش اتخيل هتبقى عاملة ازاي بالنسبة له هو، بس انا متأكدة انه هيكون اب كويس. مرات المجنونة بتبعت رسائل. لازم اصور الراجل ده، ممكن الصورة تساعدنا نبني قضية لو الموضوع. هشوف لو معارفي في البوليس يقدروا يتعرفوا عليه. طول اليوم ماسك التليفون. ارجع للشغل، مفيش دلع تاني. لابتوب من غير حراسة، فرصة ما تتعوضش. دي لستة شحن، ممكن تعرفنا مركز التوزيع. يلا يلا يلا. لا بقى خلاص. انا هقول للشباب. عيلة كوستا عاملين مشاكل، بيتصرفوا كأنها حرب. لازم نقعد عشان نشوف هنعمل ايه في المشكلة دي. دي حالة تأهب، لو شفتوا اي حد اقعدوا استنوا لحظة خلصوا عليه. اوكي، معايا بيانات شركة الشحن كلها، وده المفروض يساعدنا نعرف مكان ابنها. هبقى ابص عليها بعدين، بس دلوقتي لازم اخرج من هنا بهدوء. تمام، أنا ما تخيلتش كده. تمام، أنا ما تخيلتش كده. صحيح إن هامر هيد اتضرب بالنار في دماغه وعاش؟ صحيح، وتف رصاصة من اللي اتضرب بيهم على الرجل اللي ضربه، وبعد كده ركب الصفيحة. يمكن أقدر أهديه. في حاجة هناك. في حاجة هناك. بيتهيألي كبرت الموضوع. بيتهيألي كبرت الموضوع. تمام، أنا ما تخيلتش كده. هنا. صحيح ان هامر هيد اتضرب بالنار في دماغه وعاش؟ صحيح، وتف رصاصة من اللي اتضرب بيهم على الرجل اللي ضربه، وبعد كده ركب الصفيحة. مرات المجنونة بتبعت رسائل. يمكن أقدر أهديهم. إيه الفوضى دي؟ مين اللي هينظف الكلام ده؟ أنت. أنا؟ طب وأنت إيه؟ ولو رفضت؟ إيه رأيك إحنا الاتنين؟ أنت الأول. لا، أنت الأول. بقالي هنا أكتر من اللزوم، لازم أخرج من هنا بسرعة. تمام، الكل يتجمع هنا، لازم نتكلم عن الموقف ده. شايف إن الكوستا هيعملوا مشاكل؟ أي مشكلة تيجي منهم، هامر هيد يقدر يعمل واحدة أسوأ منها بكتير. أختك هترد عليا إمتى يا كاتانيو؟ ها؟ مش بينطق ولا كلمة. حد يروح يشوف؟ أنا قربت، أنا رايح.
قربت أكتر مما كنت عايزة. يا سافل! آسف 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 آسف. بتعمل إيه هنا؟ وليه ريحتك بيتزا؟ علشان لسه واكل بيتزا؟ أصلي لما أنت كنت بتتغدى برا أنا كنت بجمع أدلة وبدور على عيل تايه. أنا أكلت بأقصى سرعة. عندي حاجات لازم أتابعها، نتكلم بعدين. آه، ملحوظة لنفسي، بلاش أقلبها كتير بعد أكل السجق. يقع. هاي، محتاجة مساعدتك، هبعت لك الموقع دلوقتي. فليشيا، هو في إيه؟ مش معقول، هي مفكرة إني هروح جاري. وديني أهو، رايح جاري. يا بيتر، أنا كنت بفكر في الموضوع وأنت صح، أنا محتاج أركز على المدرسة دلوقتي. مبسوط باللي سمعته، بس أنا برضو عاوز أفضل نشيط، عشان كده اتقدمت لفريق كرة السلة، ده تمام؟ أيوة، خلي بالك من نفسك، خلي كل حاجة عقلانية، ما تعملش أي حاجة متهورة. زي إيه؟ يعني من الآخر ما تعملش دنك. أوه، صح، أكيد. مايلز، كانت مرة واحدة بس، والراجل كان بيتكلم بطريقة مش كويسة، يا ريتك كنت موجود هناك. مايلز، مش هكرر ده، وعد. بشرط انك توافق تدربني. خلينا افكر في الموضوع. ماشي ماشي تمام، وقت الواجب لازم امشي. طيب احنا بندور على ايه؟ دي نصيحة صديق قديم. هامر هيد مخبي حاجة مهمة قوي في المكتب اللي فوق هناك ده. ناس كتير قوي هنا، لو كشفوني هيقتلوا ابني. انا هطلعهم برا، بعد كده انت تدخل. انت بطل. يلا بقى. ارجوكم. معلومة عن مكان القبو ده؟ مفيش تفاصيل، بس لسه في كتب كتيرة أبص عليها. كملي تدوير. يا استهبال، الكل يضربوا في نفس الوقت. هو انت تسمح لي؟ اخيرا. انت بقيت ضعيف في سنك الكبير. سن كبير؟ انا ممكن اكون بقيت اكبر بس مش عجوز.
لحقوا. انتوا لسه مخلصين استراحة الغداء؟ خلي بالك يا سبايدر. احنا فريق كويس يا سبايدر. ما تتعوديش على كده. في قنبلة. طب حلو. فتشي معداتي؟ لا انا بس ولا يهمك. انت الاول يا سبايدر. لا لا انت عرفت مكان المخزن فين؟ لا احنا بنحددها. ده اكيد مطرح ما مخبي ابني. طيب بالمناسبة بقى في موضوع كده كان لازم نتكلم فيه. هو انت وحشك ده؟ ايه؟ هتضرب بالنار عقبال ما انتي تسرقي؟ حاولت امشي جنب الحيط واشتغل حاجات ما فيهاش اي اقتحامات، وحتى ابتديت استريح في الاجازات. فكرت روحتي فين؟ اكيد صعب عليكي بالذات بوجود طفل. لازم ادخل اكتر عشان الاقيه. خلينا ساعدك، احنا المفروض نشتغل مع بعض. في حاجات بعملها لوحدي احسن شويه. حاجات هكلمك لو احتجت اي مساعده. اهلا ام جي، لقيتي اي معلومات كويسه على اللابتوب؟ بفك شفرات البيانات، المفروض الاقي حاجه. كويس، في الوقت الحالي احنا عندنا دليل تاني. احنا بنعتقد ان هامر هاد مخبي ابنها في قبو، بس ما نعرفش مكان القبو فين. بمجرد ما اخترق الملفات دي ممكن نجمع معلوماتي مع معلوماتك. وحاول تاخد الكلام ده جد شوية. صعب جدا اقاوم الموضوع ده، بس هحتفظ بيه لنفسي. شكرا يا ام جي، عرفيني باللي هتلاقيه. تمام، عندي وقت فراغ، هشوف ايه اللي بيحصل في المدينة. واحدة من اللوحات المسروقة أكيد هتكون هنا في مكان ما. ماجيا دون نقابة الأسر الإجرامية، وهم رمز الحقبة الماضية. السيد فورت ناتشو، السيد سيسيلي، السيد ماتشيو، دي شوية أسامي بس. وأكيد طبعاً المتخلف هامر هيد اللي عامل زي حتة الحديدة. دول مجرمين بس بيمشوا ورا كود. دول أحسن من غيرهم صح؟ غلط! دول بيرموا الكود بتاعهم ده أول ما يحسوا إنه خلاص مش مناسب، عشان المجرم هو مجرم وهم مجرد ناس جبانة وحسالة ووطئين. أنا دمرت الماجيا مرئياً والوحدي في الثمانينات وأوائل التسعينات، وخلونا أقول لكم دلوقتي أنا مستعد أعمل كده تاني. أنا مش خايف منهم ولا واحد منهم. أنتوا عايزيني؟ تعالوا خلصوا عليا، ده كل الوقت اللي قدامنا. جارب دور العربية. لا أنا الرئيس وأنا بقولك أعمل كده. أو بطل تعيط. Spider-Man, the situation's under control.
انتباه لكل الوحدات، جالنا بلاغ عن تفجيرات نشطة في مناطق سكن. بيتر، اخيرا فكيت شفرة اللابتوب. عارف البازروم اللي بحجم اوضه اللي كنت بتتكلم عليه؟ لقيت سجل بيقول ان في ترسانه بحريه قريبه من هيلز كيتشن. اكيد ده المكان اللي الولد فيه. شكرا قوي يا ام جي. لازم اتصل بفيليشيا في ساعه زي دي. دي مكالمه بالغلط او انت لقيت حاجه؟ اتمنى يكون ابنك. انا ببعت لك العنوان، قابليني هناك. انتباه لكل الوحدات، تقرير عن صفقه تبادل فلوس مزوره شغاله دلوقتي. جالنا بلاغ من ليرك سهل. مش واصلني اي معلومات، لازم الاقي ابراج لتفعيلها. ام جي حلتها، المكان ده معزول، ممكن يخبوا الولد اسابيع ومحدش يلاحظ. ده المكان، انا عارفه. لو كشفونا نبقى انتهينا، لازم نطلعهم بره زي ما تعودنا. بهدوء القطه، بخفه عنكبوت. لو عرفوا مكاننا ممكن يقتلوا ابنك، لازم نتصرف بهدوء. بالنسبة لده كان اوامر من السعيد. تمام، اي حاجه بتتحرك، سبايدرمان والقطه والطيور، اي حاجه ممكن نسرور، مفيش حاجه هتعدي مننا الليل. تمام. طيب ايه رايك؟ السعيم هيسيطر على باقي العائلات ولا ايه؟ ما بيتفعليش عشان افكر. هقول لك رايي، السعيم مجنون، بس انا مبسوط اني في صفه. خلي الجماعه تتفرق. واضح كده ان الزعيم قلقان سيرته. تفتكر مين الغبي كفايه عشان يسرق من الزعيم؟ القطه؟ مش عارف، مش شايفها فكره كويسه يا بطل. لسه في 9 رجاله باين. واحد لكل حياه، خلينا ما نفوتش دي. مش دلوقتي. الصبر يا سبايدر. هاتوا. لا، هيشوفونا. هيعرفوا مكاننا. استنى لحظة. أكيد مفيش حاجة. الشخص ده؟ محتاج مساعدة. يلا. استنى. أنا يمكن أقدر أفرقهم. لو دي حمامة أنا هقتلها.
مفيش. برافو عليكي. باقي منهم قليل. انا وراه. حد يدعمني هنا. اتنين منهم واتنين مننا. حظك وحش. حركة حلوة. احنا فريق كويس مش كده؟ تمام كده كلهم. اماكن كتير هنا تنفع مخزن. انت بص على الحاويات وانا هبص على المبنى اللي هناك. فيليشيا. ايه؟ انا اسف على اللي عمله هامر هيد. اه صح، مصيره يفهم. عاكس القطه تخربشك. لازم ابص على حاويات الشحن دي. شوية صناديق وبس، يستحسن أفضل أدور. في شوية من الحاويات فيها فتحات تهوية، لازم أبص عليها. مؤن بناء ومفيش طفل. بيانوهات؟ ده عشوائي ومفيش طفل. يلا على اللي بعده. أكيد في حاويات تانية فيها فتحات تهوية. أكيد هو موجود في حاوية من دول. الأمور الدولية؟ هي إيه الحاجات دي؟ واو، هامر هيد عنده أسلحة السمور؟ يا ترى عنده إيه تاني؟ دي إجابة السؤال ده. سبايدر مان، اقتله! رجالة هامر هيد وأسلحة الصمود. خليط هايل عمري ما تمنيته. فيليشيا انت فين؟ مدرعة صمود تانية. انا مستغرب كل ده راح فين. فيليشيا حصل لك حاجة؟ شكلي بعيد بس لازم اخد بالي. Thank you.
وقاذفة صواريخ وبنادق صغيرة؟ انتوا ما سرقتوش ايه من الصمور؟ دي كانت قريبة. متأكدين انكم بتعرفوا تستخدموا الأسلحة دي؟ تمام، واضح انكم عارفين. بس كده، ده هيوجعني بكرة. طيب، ده وقت اني الاقي فينيش. هي قالت انها داخلة المبنى ده. فليشيا؟ القابو. فليشيا، لا، انت اكيد بتهزر. يا ريت تقوليلي انك ما ضحكتيش عليا. اسفه جدا، احتجت مساعده عشان انجز الشغلانه دي. كل اللي كنت عايزاه سيدي هامر هيد، كل ثروه ماجيا بقت في ايدي. اديتي هامر هيد سيديهات مزيفه؟ تفتكري يتجنن عليا؟ يعني موضوع الخطف وابنك كل ده كان كذب؟ الكذب كلمة وحشة قوي، بفضل كلمة تضليل. اعملي الصح، خدي السيديهات للبوليس. أنا اللي أستاهل ده، وكمان هامر هيد في مهمة ومفيش حاجة هتوقفه. كل اللي عملته إني عطلته شوية. خدوا كل حاجة هنا، شوفوا المخزن. لازم أمشي، حظ سعيد في الريفيرا. فليشيا! احنا دخلنا. القرص اختفى. خطة جديدة، في متعقبة موجودة، تلاقوها وتقتلوها، ولو طلعت غبية وراحت على شقتها هتلاقي اللي مستنيينها ويخلصوا عليها. طيب والأقراص؟ أنا مش مهم عندي الأقراص، اللي يهمني إنها تموت. تمام، هنلاقيها. لو في متتبع في القرص ده، فليشيا هتكون في ورطة، لازم أروح لها وبسرعة. إيه، وحشتك؟ هامر هيد عارف مكانك وهيقتلك، في متتبع في القرص بتاعه. أنا مش فاهمك يا سبايدر، أنا معذباك كل ده وإنت موجود دلوقتي عشان تنقذني؟ إنت إزاي بتعرف تكون لطيف طول الوقت؟
الموضوع مش ان اكون لطيف، الموضوع كله اني اعمل الصح. انت عندك مواهب كتير، اتمنى انك تستخدميها في مساعده حد تاني غيرك. ايوه تمام، المفروض دلوقتي تكون عرفت ان دي مش طريقه شغلي. الناس بتتغير يا فيليشيا. بحبك يا سبايدر، هتوحشني. شقتك ده حط فيها متفجرات. ما تقلقش، انا لسه عندي 9 حيوات باقيين. يا خبر، استحملي يا فيليشيا، انا جاي. هتحرك. يلا يلا. استني يا فيليشيا. واو، ولسه ما لقوش الجثه؟ لا. وتفتكر عايشه؟ مش عارف، قصدي اي حاجه ممكنه. بس طيب، يا ترى ايه احساس انك ما تبقاش اب؟ لا لا، ده حقيقي بصراحة. أنا استريحت في حاجات كتير، فاهمة؟ أيوة صح، بس أنا حاسة أنك هتكون أب رائع في يوم من الأيام في الوقت المناسب مع الشخص الصح.